اختارت وزارتها الشؤون الاجتماعية والطفولة أن تحتفي بالعيد الدولي للمرأة في مقاطعة بيكت الأحواش الناشئة حديثا، لتضيف بذلك مكسبا يعزز حزمة الإنجازات التي تحققت لسابع مقاطعات ولاية الحوض الشرقي وآخر العنقود، والتي من أهمها إنشاء هذه المقاطعة بعد أن كان حلما بعيد المنال. قبل أقل من 7 سنوات من الآن لم يخطر ببال أن ترى العين بين هذه الرمال المتحركة مدينة عصرية بمرافق عمومية متكاملة، أحرى أن تحتضن حدثا يرقى إلى مستوى العالمية كيوم 8 مارس الذي خلدته بلادنا هذا العام في مدينة بيكت الأحواش الحديثة النشأ بولاية الحوض الشرقي. وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وتجسيدا لسياسة اللامركزية سخرت طواقم بشرية ووسائل مادية للانتقال إلى هذا الركن القصي لتشاطر سكان ولاية الحوض الشرقي عموما وبيكت الأحواش على وجه الخصوص أفراح العيد الدولي للمرأة، وهي خطوة كانت موضع تقدير وإشادة من لدن المواطنين في هذه المقاطعة الناشئة. وصفنا كمواطنين ولاية الحوض الشرقي بصفة خاصة نثمنوا هذه اللفتة الكريمة ونثمنوا هذا اليوم التاريخي العظيم اللي ما نقدر نساوه، لأن ما خالق أي حكم قط انقل هذا العيد من 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 واكشوط ولا من أي مكان، وعد أقصى نقطة من هذه الولاية اللي كانت مهمشة وتعتبر مثلا أعلنها سابق ذي الحكم، ما كان فهم حد طارح اللفت لها ولا طارح عندها البال سابقه، وأكبر برهان عليها هي نشأتي المقاطعة اللي إحنا الحمد لله نتكلم معاكم اليوم ذا فيها. ما شاء الله الناس لباس تلاقي كي قعشتي ان شاء الله زين. شوفي هذا اللام بيكت الاحواش، بيكت الاحواش قاع ما كانت خالقه ايش قال يحلم حد انها يعود فيها عيد المراه، يا قارف ام خاصنا ياسر، خاصنا الامكانيات وخاصنا الدعم. احياء العيد الدولي للمراه في بيكت الاحواش تركزت فعالياته على نشر الوعي عن طريق حمله وطنيه هادفه الى التحسيس باهميه تباعد الولادات واسهامه في الرفع من مستوى الانتاج والاستقرار الاسري. حملة تخدم الأسرة يا الراجل زينة فيك، تعنيك يا المرأة زينة فيك وتعنيك. حملة تخدم الأسرة يا الراجل زينة فيك، تعنيك يا المرأة زينة فيك وتعنيك. في هذا المضمار شكل تخليد اليوم العالمي للمرأة على أديم بيكت الأحواش مناسبة لسكانها، حيث استفادوا من الخدمات الطبية المجانية بإشراف طواقم متخصصة قبل أن تنطلق بهم القوافل الطبية إلى البلديات الريفية المستهدفة بالحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري التي نظمها قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بمناسبة عيد 8 مارس لهذا العام. ودائما ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة، خلدت المرأة على مستوى داخل تنوذب هذا الحدث تحت شعار الصحة الإيجابية امرأة منتجة وأسرة مستقرة. وتضمنت الفعاليات تنظيم معرض للمنتجات النسوية شكل فرصة لإظهار المهارات والإبداعات النسوية المختلفة. تحت شعار الصحة الإيجابية امرأة منتجة وأسرة مستقرة، خلدت النساء في ولاية داخل تنوذب فعاليات 8 مارس للعيد الدولي للمرأة. الانطلاقة الرسمية لهذه الفعاليات جرت بمركز المعرفة للجميع وسط مشاركة نسوية كبيرة تعبر عن مستوى حضور المرأة في مشهد الحياة العامة في داخل تنوذب وإسهامها في دعم التنمية المحلية وتعزيز دورها في تطوير نشاطات المدرة للداخل. عندنا الصناعة التقليدية، نعدلوا التدخال، نعدلوا الرشوش المسائل التقليدية، ونعدلوا البخور الحمد لله ونبيعوا وتوبوا. ما طالبنا الا ندعموا دعم زين ونعتبروا من طرف الحكومه ومن طرف الحمد لله الناس اللي يعني هذا الامر. الصناعه التقليديه كامله نعدوها، نعدو الخرز ونعدو البخور سمعت، ونعدو الملاحف وخيطوا الملاحف شو خياطه مراعيها سمعت، ونعدو التسابيح سمعت. لا خالد شي ما شاء الله ما نعدوها، نحن ندور الا رجال يقدرنا ويعرف عن هذا اليوم عيد المرأة، وندور رجاج قدرنا وبعنا مولي ما شاء الله. صناعتها متقدمة زينة ما شاء الله، ما باقي شيء ما تصنعوا، تصنع الزراب وتصنع التراث، تصنع الخيام والكثير، ولا باقي شيء ما تصنعوا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، خص الدعم الياسر وخص عيد المرأة يتم عدل لها.
ويخلد الثامن من مارس هذه السنة في موريتانيا في ظل تحقيق المرأة مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية هامة أبرزتها إرادة سياسية قوية أتاحت الفرصة لمشاركة فعالة للعصر النسوي. وطالبين من الدولة على تعدل أبراص يتم وجود في هذا الحوز هنا فيها في نواذيب بين اللي احنا جينا الناس من كل جهة الدوار الحوت هو ما هو موجود به اللي تجي مريالة زمنه شوي وتقعد في دار عود ما معروف بلها والله تكريم مالي بلاي دواء طالبين من الدولة تعامل نختير نتم نعدلوا العرض عندنا فهم بولا ما واحدة يرانا عندنا دبوشات فهم على كل شكل بقيت مقفولة عليها ما نشافر ولا نباعت وهي مقفولة عليها راقنا كين نيرب زين غير ما تطلع عليه معناها على ان رينا ساحه كبيره هون اللي تم نعرضوها اللي طالبين من الدوله لفته خاصه من الدوله النساء ينال والتعاونيات ينال تعطيهم لفته وتعودهم اللي ياسر من الامور يفوتنا ولا نحضروا فيه من اللي ما عندنا طريقه. وتتطلع المرأة في ولاية داخل تنواذيب إلى تحقيق المزيد من النجاحات من خلال زيادة الدعم والتأطير من أجل تطوير الإنتاج وزيادة المردودية الاقتصادية.